بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. لدي رسالة من أخت فاضلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أسألك عن أصدق تفسير لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنا حينما قرأت القرآن عرفت وفسرته بالبداية من نفسي لكي أعلم نفسي الفهم والتدبر، وعرفت معناه في نفسي، أو معناها الآية في نفسي، أن الله جعل للرجل القوامة للحماية والضرب في الأرض والحرث فيها، وفضله في القوة البدنية الخارجية، فيستطيع تحمل الآلام الخارجية أكثر، وفضل المرأة في القوة الداخلية كالحمل والولادة والآلام الداخلية، فتستطيع تحمل الآلام الداخلية أكثر. ولكن عندما ذهبت لأبحث عن معنى القوامة من المفسرين، وجدت الكثير منهم يقول إن القوامة معناها أن الرجل هو كبير المرأة ورئيسها والمسيطر عليها، وهي كالأسيرة عنده، وهو أكمل عقلا وأكمل دينا منها وأفضل منها في كل شيء، والله فضله عليها، فهل هذا صحيح؟ علمت امرأة تطلقت من زوجها لأنها فهمت معنى قوامة الرجل عليها خطأ، وأنه إذا تزوجت فهو المسيطر عليها والكاتم على نفسها، لذلك تطلقت. ولقد كرهت تفسيرهم ذلك، فأفتني، لأن في صدري ضيقا لا يعلمه إلا الله، والله أعلى وأعلم. وهل تفسيري صحيح أم تفسيرهم؟ في البداية هناك مقدمة منهجية: الإنسان المسلم عليه أن يستسلم لأمر الله تعالى رجلا كان أو امرأة، فهو الذي شرع الأحكام بما يناسب مصالح العباد. هذه قضية مسلمة لا نزاع فيها. الأمر الثاني تابع للأول: التسليم يجب أن يكون تاما بحيث لا نتحرج من أحكام الله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثالث: قيمنا نأخذها من ديننا، لا نأخذها من أمة أخرى ولا من جماعة أخرى ولا من حضارة أخرى، لأن الإسلام دين القيم، دينا قيما كما وصفه ربنا جل جلاله. والأمم الأخرى تعرضت لظروف معينة فقامت بعدد من التشريعات تضمن المصالح بطريقة ارتأوها هم، وهذه المصالح قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية. نعود إلى الموضوع: ما معنى القوامة؟ لعلنا تحدثنا عنها في تسجيل سابق. القوامة هي سلطة إدارة المنزل، هذا هو معناها، سلطة إدارة المنزل. الله جل جلاله جعل النظام هكذا. هل معناه أن الرجل مطلقا خير من المرأة مطلقة؟ هذا لم يقله أحد، لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقله أحد من المعتبرين أن الرجل مطلقا لرجولته أفضل من المرأة مطلقا لأنوثتها. لا، هناك من النساء من هو أفضل من الرجال، وهناك من الرجال من هو أفضل من كثير من النساء. هذه قواعد لا نزاع فيها أبدا البتة. طيب بماذا الحساسية؟ الحساسية بسبب عدم فهم تشريعات الإسلام والاضطراب في الفكر من دراسة، من أخبار، من ثقافات أخرى، حصل تشويش في الموضوع. ما هي القوامة؟
الذي قرأته أو قرأته في كتب المفسرين أنه الرئيس والمسيطر. نعم الرئيس يعني مدير للمنزل، هذا معنى الرئيس. المسيطر له سيطرة إدارة المنزل، بحيث ما يعني الطلاق لا يكون إلا بيد الرجل. للمرأة حق الخلع حسب ما قررته الشريعة إذا تعسرت الحياة الزوجية. هل هذه علل أم حكم؟ إيش يعني علل؟ يعني مثلا إذا المرأة أنفقت على الرجل هل هي تملك بعد ذلك حق القوامة؟ لا أبدا، هذا الرجل ناقص وليست مكلفة بالنفقة عليه، ما أحد قال أنفقي عليه. تستطيع أن تمتنع من النفقة، تستطيع كل امرأة تسمعني الآن، كل امرأة تسمعني الآن تنفق على زوجها، تستطيع أن تمتنع تماما إلا إذا على سبيل المودة. سلطة إدارة المنزل شيء والنفقة شيء آخر. النفقة واجب أوجبه الله تعالى على الرجال وليس على النساء. طيب الله تعالى يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا يعني نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هناك فضل. طيب أنا أسأل الآن الأخوات النساء التي يؤمن بالله والدار الآخرة وصدقت بالله وكلماته ورسوله وكل ما جاء به القرآن، أين كانت حواء يوم كان آدم تسجد له الملائكة؟ نريد أن نكون موضوعيين وعقلانيين، نفهم بيننا أين كانت حواء حينما كرم آدم، وحديث بدء الخليقة أين كانت حواء؟ لم تكن موجودة، خلقت من أجل إكمال الحياة. ليس هذا نظرة دونية وليس هذا انتقاصا، لكن هذا واقع حصل في النصوص، ليس بإرادتي ولا بإرادتك. هل يوجد من النساء من هو أفضل؟ بلا شك كثير جدا من النساء أفضل من كثير جدا من الرجال. المرأة أسيرة عنده. ما معنى أسيرة عنده؟ يعني هو سلطة استبدادية مطلقة يقهرها ويضعها في الحبس. ما قال بذلك أحد. كلمة أسيرة عنده هذه كلمة مجازية تقال للترقيق وتلطيف الزوج على زوجته، يعني هذه المرأة التي جعلها الله تعالى جعلها فراشا لك ومنعها من أن تدخل إلى بيتك من تكره، كن رحيما بها ولطيفا بها. فهنا يعني حينما تقول للإنسان أنت أسرتني بفضلك، هذا نستخدمه في لهجة عامية والمحكية، أنت أسرتني بفضلك ليس معناه أني أنا منقهر ذليل خاضع، لا لا، هذه إضافات أضافها بعض الناس على كلام الفقهاء وعلى كلام المفسرين من أجل تشويهه. ما تفضلت به، ما تفضلت في الأخت السائلة حكم جميلة. الرجل أقوى جسدا، الرجل عنده قدرة على إدارة الأمور الخارجية، العواصف والمشاكل من قديم الزمان إلى يومنا هذا يستطيع أن يتصرف بحزم. الأطفال يخافون من آبائهم ولا يخافون من أمهاتهم في كل مكان غالبا، إلا إذا كانت المرأة شريرة جدا، لكن غالبا الطفل يخاف من أبيه ولا يخاف من أمه. فهناك نوع من التنظيم، فهذه القوامة سلطة تنظيمية جعلها الله تعالى بيد الرجل. لماذا جعلتها أيها الرب الجليل بيد الرجل؟ نستطيع أن نتلمس حكما، قال لنا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هناك بلا شك فضل، وهذا الفضل ليس كسبيا إنما هو وهبي من الله سبحانه وتعالى. ما هو الفضل؟ هو هذا القوة والإدارة ويعني السيطرة في الأوقات الحرجة، قيادة الجيوش ودفاع عن البلاد، هذا التاريخ الإنساني بين يديك. يعني تقول لي المرأة المرأة المرأة، طيب الآن الولايات المتحدة الأمريكية كم رئيسا حكمها منذ أسست؟ منذ أكثر من 200 سنة ليس فيها امرأة واحدة. يعني ما الأمة الأمريكية فعلا هيلاري كلينتون رشحت نفسها ولم ينتخب الناس، وهناك عندهم تساوي تام، وبلاد أخرى حكمت فيها النساء. هذه أحكام، يعني هذا واقع الناس. الفلاسفة كم فيلسوفة تعرف في تاريخ الإنساني؟ أخبرني أنت الآن.
الواقع هناك واقع البشرية وواقع الإنسانية يحتم أشياء معينة. ليس الفضيلة الذاتية إنما هي ليست الفضيلة كسبية إنما وهبية من الله سبحانه وتعالى، فضل الله بعضهم على بعض، وقد يسقط هذا الفضل إذا كان رديئا أو كان خسيسا أو كان لا يصلح لإدارة الله، فالله تعالى يسلبه ذلك الفضل. فالله الذي أعطاه إياه يمكن أن يسلب منه بالشريعة، الشريعة تسلبه ذلك الفضل إذا قصر في حقوق المرأة ولم يقم بواجبها. لذلك نرجو أن لا نتشنج وأن لا نتكلم بهذه، هذه قضايا من آثار العاطفة، تحكيم العاطفة على العقل، هذا الأمر لا ينبغي أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام قرر النساء شقائق الرجال. إيش يعني شقائق؟ شق مقسوم هكذا قسمين، شق هذا الشق معنى الشق، شقائق يعني كل منهما يكمل الآخر. والحياة الأسرية الإسلامية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى يعني تململ الناس من الرجوع يوم الحديبية أشارت عليه زوجته فحلق، فحلق الناس بحلاقته. إذن المرأة نعم الوزير، وإذا كان الزوج هو الرئيس فالمرأة هي الوزير، النائب في حال غياب الزوج مسألة تنظيمية بحتة لا أكثر ولا أقل. لا يجوز أن نحمل كلام الأئمة والعلماء أشياء جاءت من حضارات أخرى، الثقافة الذكورية والفقه الذكوري عندهم. والله كان واحدة مصرية كانت تقول الله ذكر عندكم والأنبياء الذكور عندكم والنساء عندكم مظلومات، تريد أن يكون الله أنثى، هي هكذا تريد حتى تتحقق العدالة، مع أن الله ليس ذكرا وليس أنثى، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأشياء. مبدأ إكواليتي الذي تحاول فرضه الأمم المتحدة عن طريق ثقافات يعني المساواة مبدأ مرفوض في شرعنا. شئت أم أبيت ربنا يقرر وليس الذكر كالأنثى، المساواة مستحيلة، إنما يوجد عدالة جاستس. هم يريدون المساواة، مستحيل، ما في تساوي لا في الخلقة ولا في الطبيعة. الله جعل شيئا مختلفا عن شيء، هم يقول لا يوجد مشكلة، نقوم بعمل جراحية نعدل كل شيء. هذا راجع إلى أصل الاعتقاد، المساواة ممنوعة ولكن العدالة لابد أن تكون، والعدالة شيء يكمل الآخر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.